السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبد الصبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. سمعوا معنا أمين عبدي اليوم مناجير العام لنادي بارادو، مناجير العام تحدى الفاف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، يعني تحدى زفيزف وتحدى جماعته كاع زفيزف وهبط حتى للرابطة وكاع، بس كنت دخل فيها سمعت أنا كاع الفيديو راح نتكلموا عليه. ما حبش يمدلهم لاعبين على ما اظن تطراوي ولاعب اخر الالعاب العربيه لي جو باناراب اللي حيتلعبوا هنا في الجزائر، قالهم ما نمدلهمش اللاعبين، والسب علاش ما يمدلهمش اللاعبين. اسمعوا معنا الفيديو ويكون عندكم انتم تعليقاتكم الى راهو على حق ولا ماهوش على حق. تابعوا معنا الفيديو. لبدي كيف ستتعاملون امي لبدي كيف ستتعاملون مع هذا البرمجه بكل صراحه؟ اني والله غير او العيد او ريبريزونت كنا ابريد الله اعلم. بكل صراحه تفضل. غدوة وقفت عرفه اخر حصه تدريبيه قبل العيد الكبير، بعدين اللاعبين يروحوا يعيدوا بعد العيد، في ثاني عيد يجوا يتدربوا، في ثالث ايام العيد نتنقلوا للصيف. وتخيل انه حنا نلعبوا يوم 1 جويليه والمنتخب الاولمبي يلعب يوم 2 جويليه، ومن بعد يقول لك وشحال عندكم لاعبين؟ اسمح لي لا اوصل لي كلام. راح انا نقول لك لاعبين اللي راحين يشدوهم، اللاعبين تاع بارادو راحين يشدوا ياسين تطراوي وعبد الله بن دوما. قول لهم من دوك لا ياسين تطراوي ولا عبد الله بن دوما. واش حاب يقول؟ ما تخدمش، ما يروحوش للمنتخب الاولمبي، تحرموا المنتخب الوطني. ما نحرموش خويا، ما تحرمنيش من اللاعبين تاعي. ها انا كنادي بارادو ما تحرمنيش من اللاعبين تاعي في تاريخ ماهوش تاريخ فيفا. تصريحات خطيره هذه امين الله. لا 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 مش خطيره، تسبب لكم مشاكل. لا ما تسبب، الامر يتعلق بمنتخب وطني وانت اللي كنت مناجير منتخب وطني. يا اخي انا كنت مناجير منتخب وطني ونعرف الحقوق تاع المنتخب الوطني ونعرف الواجبات تاع النوادي ونعرف الواجبات تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم، ماهوش تاريخ فيفا. لكن في نداء الوطن ما فيها ولا شيء. سامح لي نداء الوطن فوق الراس والعين، باو ديتريمون دو كلوب، باو ديتريمون دو لا سيرفي دو كلوب في القسم الاول. راكم سمعتوا معنا الفيديو، والله العظيم غير كانت عنده شجاعه كبيره المناجر العام لنادي بارادو، حتى فريق حتى شلول تاع رئيس شبيبه القبائل على ما اظن ما راحش يمد لاعبيه ثاني، على حسب ما سمعت ما راحش يمد اللاعبين. شوفوا القيمه تاع الاتحاديه ما كاش ولا عنده. على كل حال انا هذا او يلعب على البقاء، ومام هو وشبيبه القبائل واللاعبين هادو ما يسحقهم تطراوي والاخر، يسحقهم مليح في الشامبيونه ديالو، سي بور سا ما يمدلهمش. قال لهم ما نعطيكمش اللاعبين من هذا المنبر، قال لهم نساو. سما تحداهم في وجههم، كنت تشوفوا باللي هشه الاتحاديه ديالنا، هشه الى ابعد مدى. ماشي هشه كي زعما هدايا الامين المناجر العام هدايا سما كيتحداهم، ماشي على هادي هشه في التنظيم. لو كان خلاص الشامبيونه في وقتها صدقوني ما نطيحوا في هذا المشكل. شامبيونه العالم كاع خلاص الشامبيونه، بقينا غير حنايا الهند وخلاص فيها الشامبيونه، بقينا غير حنايا مازال اللاعبين. ونزيد نذكركم حاجه انه كاين لاعبين العقد ديالهم انتهى والشامبيونه مازال ما انتهاش، كارثه عظمى في كره القدم الجزائريه اللي نضلوا نحكوا عليها ونندوا عليها. اكو تشوفوا التبهدايل حتى فريق شبيبه القبائل ما راحش يمد لاعبيه حتى هو يسحقهم، وحتى هو راهو يلعب على البقاء بمشاكله اللي كانت من قبل. الحمد لله دوك بوزيدي راهو عاود ولا في النتائج، لكن امين العبدي هذا يسمى المناجير العام لبارادو تحداهم وجه لوجه قال له ما نعطيكش اللاعبين من الدوك تاع بارادو. هنا صفحهم، نقول لكم علاه صفحهم، باش يتعلموا ينظموا روحهم. الشامبيونات خلاص في وقتها، لو انتهت الشامبيونه في وقتها صدقوني غير كان عطالهم لي جوار يروحوا يلعبوا. بالك دي جوار هادو سي دي جوار تيب يقدروا يديروا لا ديفيرونس في جو باناراب هادي، لكن الشامبيونه ما خلاصتش خويا، راني نلعب على الهبطه. ما نعطيكش لي جوار تاعي مهما يكون الثمن، لكن الطريقه اللي تكلم بها المناجر العام طريقه كانه منرفز، كانه تنرفز. وعلى بالي علاش تنرفز لانه البطوله منحرفه، مايش متى الوقت، ما يعتمدوش على الوقت كاع، العالم كاع لعبوا لي جورني اكثر من الجزائر وخلاص البطوله. كما قلت في الفيديو الماضي انه كانهم هما عندهم في لا جورني 48 ساعه، يا وكاع على خلال العالم كاع اليوم ديالو 24 ساعه.
وعرفوا يقسموا وقتهم وخلاص الشامبيونا ولعبوا لي كوب ديالهم ولعبوا لي كوب لي سوبر كوب ديالهم وداو لي كوب ولي تروفي وراهم يحوسوا. حنا مازال ما كملنا الشامبيونا لي جان ديالنا دوك يعيدوا او قال لك يعيدوا اليوم غدوه وقفت عرفه على اليوم قال لك اليوم وقفت عرفه سما غدوه غير غدوه على العيد من العيد سما ديريكتومون تربص مغلق باش يلعبوا الشامبيونا تاعهم. ومن بعد زادوا عيطوا لهم الفريق الاولمبي لي جو باناراب باش يديرهم في تربص مغلق لو دو. والله العظيم غير انايا من جهتي هذا عنده الحق باش يسقموهم ويسقموا هذه الاتحاديه اللي راهي ولات خرده هذه الاتحاديه. شامبيونه مازال ما خلصتش، الناس هيتعوم يقدر تكمل فاكونس ديالها صدقوني. غير الناس باعت وشرات وجابت لي جوار وحنا مازلنا مع اسنا. شامبيونه ما خلصتش، اسنا الوقت ما عندناش، اسنا كذا. هذا صفع الرابطه اللي هو حكمها مدور لي البارح تكلم بكل هدوء، انا درنا فيديو تكلم بكل هدوء وقال لك احنا ما عندنا حتى اخطاء، الاخطاء جايه من عند رؤساء الانديه ومن عند لي جوار. كانهم لي جوار هما اللي خيروا وقت يلعبوا. لا يا اخي، لازم تكون فيه تنظيم، لازم كل شيء يتبدل، كل شيء يتنح هكا نحيه وعاودوا حطوا لي جون كومبيتون اللي يقدروا يديروا ويقدروا يعملوا في هذه المناصب حساسه للشعب الجزائري. هو يتنفس كره لكن صمتوا له الكره وصمتوا لنا الكره وعيفوها لنا كاع. شوفوا رأي مناجير عام تاع بارادو من حقه ما يمدلهمش لي جوار. على كل حال قال لهم الجزائر على راسي وعيني على عيني وراسي، لكن في الظروف اللي راهي بارادو في مشاكل راهي حتى تسقط ما نعطيكمش لي جوار. لو كملتوا البطوله هذه 15 يوم اللي كملتوها صدقوني غير لي جوار راهم يلعبوا، يروحوا الفريق الاولمبي يلعبوا لي جو باناراب عادي. هذا هو سوء التنظيم وهذا هو الفساد بعينه، فساد بعينه. مناجير عام يتحدى الفاف ديريكتومون، مادام تحدى الفاف يعني تحدى الرابطه. ومن حقه يهدر وانا راني معاه، وان شاء الله انتم ثاني تعطونا تعليقاتكم واعطونا رايكم. خلونا على بالنا الجزائر، نحبوا كاع الجزائر وان شاء الله نشوفوا فيها لاعبين كبار ولاعبين يعرفوا يلعبوا كره ويفرحونا في هذه لي جو باناراب. لكن هل من المعقول هدايا هاد لي جوار تاكل عليهم في الشامبيونا هو راهو يلعب على الهبطه يمدهم؟ واحد فينا ما يقبلها صدقوني، غير واحد فينا ما يقبلها. حتى شبيبه القبائل اللي راهي ثاني راهي مهدده، لازم شلول هذاك على ما اظن ما راحش يمد لاعبين اثنين او ثلاثه، اثنين لاعبين ثاني من شبيبه القبائل مش كيتش راح يمدهم. هذه هي سوء التنظيم وهذا هو هذه كره القدم اللي نضلوا نددوا. والبارح شفنا لاسومبلي جينيرال كل شيء صادق ورفضوا يديهم لبني ويوي، رفضوا يديهم والصحافه تصور والناس تصفق ومن بعد يكرموا ومن بعد زرواطي ومن بعد سعدان ومن بعد كاع يتسالموا ومن بعد اللي ما يهدرش مع واحد تلقى عاطيه بظهره. كارثه. قلت لكم لازم هادو يروحوا كاع واللي يتبعهم يزيد يروح معاهم. على بالكم على من راني نهضر، على الصحفيين اللي يتبعوهم ويحبوهم يزيدوا يروحوا معاهم. باسكو اني سون با دي كومبيتون، ما يخدموش وراحوا يبدا يبان، حيبدا يبان الفساد ويبداو يبانوا الاموال ويبداو تشوف الناس كيفاش تبدا تهرب. قدم استقالتي انا عييت خلاص، ولا غير كرهت هذه الكره عييت، على ما قدمتهاش هذه 10 سنين اللور. نفس الوجوه صدقوني، من 2006 حضرت اسومبلي جينيرال 2006 صدقوني غير نفس الاوجه اللي شفتها البارح. تبدلوا حبيبات هكذا يا صغار جاو دخلوا معاهم انجيكتاوهم بصح الرياز وكذا، نفس الاوجه ما حبوش يتبدلوا يا اخويا. شغل وراثيه يا شغل سنسخوهم، شغل كاين 20 واحد يشبه لهذ البنا هذ العباد اللي راهم هنا يا صاحبي. طلقوها خلاص، بزاف ما قدرت لها الشعب ويندد خاوتي. كره الشعب، كره العفن ديال الاتحاديه هذه ولا غير كرهنا. ما قدرنا نوقفوا في افريقيا في الكاف، ما قدرنا نديروا بطوله جميله، ما قدرنا نكونوا في فرق تاع شبان صغار، غير المعارف غير كدا. يا نمار جا وقتها. عباك حنا في الجزائر كي تجي وقتها حاجه يكثر عليها الحس، يا صدقني غير الدوله غير ضربت من الفوق. انا غير نعاود فيها في كاع المقالات اللي نهضرهم، في كاع التقريرات اللي نديرهم صدقوني، غير
ليه كش ما راهو كذا وكذا غير يجبد ويروح غير يجبد ويروح ماشي كي تلحق له الموصل العظم يبدا يقول لك انا نستقيل لا لا غير روح من دوكا باسكو راهو جايكم المارطو من الفوق ونامن بالدوله الجزائريه كي تحب تدير حاجه ديرها على كل حال نسال الله العافيه نقول لكم صحه عيدكم داخل الوطن وخارج الوطن حتى اللي راهم في اوروبا نقول لكم صحه عيدكم كل عام وانتم بخير والله يرحم امهاتنا وابائنا وامهات كل جزائريين واباء كل جزائريين اللي توفوا على كل حال نقول لكم بارك الله فيكم تابعونا على قناه عبدو سبور سلام.